جديد نرحب بكم وهذه التغطية المستمرة معكم على مدى هذه الأيام لمنتدى شباب العالم شرم الشيخ 2018. اسمحوا لي في هذا الجزء من هذه التغطية نرحب بالكاتب الصحفي الكبير الأستاذ عماد الدين حسين رئيس تحرير جريدة الشروق. أهلا بك أستاذ عماد. أهلا بكم. بداية أستاذ عماد، المؤتمر ومشاركة مستمرة من حضرتك السنة دي والسنة اللي فاتت، المختلف السنة دي؟ منتدى. المختلف هذا العام هو حجم مشاركة الضيوف الأجانب، هذه يعني للمرة الثانية، يعني حتى أكثر من المؤتمر الدولي للشباب الأول اللي انعقد في نفس المكان. الخريطة بتاعت الحاضرين من أكثر من مكان، تم التواصل مع 160 ألف شاب كما فهمنا من بيانات المؤتمر. حجم الدول زاد، التمثيل خصوصا أنا سعيد أني شايف أفارقة كتير وعرب، ده شيء مهم جدا، تقريبا 160 دولة بالضبط، فده تغير على المستوى العام الرصد. الجزء الثاني وهو متعلق بالجلسات، نوعية الجلسات وعناوينها مختلفة تماما، لأنك أنت بتركز على عناوين تهم العالم بأكمله. يعني في مؤتمر كان في أسوان كان مركز أكثر على مشاكل أسوان والبيئة وسد كيما. اسكندرية لما كان في المكتبة في اسكندرية كان بيركز على الدلتا وإزاي نقدر نحل المشاكل، قضايا محلية مش بس محلية مناطقية. مرة كان المؤتمر الأول في هنا كان علامته الرئيسية هي تشكيل لجنة لفرج عن المساجين خصوصا الشباب. المرة دي في اختلاف جوهري متعلق ان انت بتدي عناوين مختلفة تهم كل البشرية، خصوصا بناء الانسان، جزء زي المناخ، ازاي تقدر تحافظ على البيئة، ازاي تقدر تصنع اجيال جديدة من القادة، الطاقة، كلها عناوين تهم كل انسان وتهم كل دولة، وبالتالي انت اكثر رؤية اكثر اتساعا. دون لسه احنا مش هنتكلم، ما اتكلمناش في الجوهر، لكن انا بتكلم على الشكل أساس. وحتى من حيث الشكل، مشاركة حفيد نيلسون مانديلا في حفل الافتتاح في رمزية معبرة. بطبيعة الحال لما انت بتتكلم على شباب، لما يجي واحد زي انا شايف ان من فكر في دعوة هذا الرجل ونماذج كتيرة، او نادية الأزيدية برضو ده شيء مهم، دي اشارات مهمة، لانه انت هنا بتدي الافارقة كلهم وجنوب افريقيا ان مصر البلد الافريقي الاكبر اللي استضاف ودعم نيلسون مانديلا الجد. صحيح، احنا نيلسون مانديلا ناس كتير ما يعرفوش كان بيجي المكتب المساعدات الافريقيه اللي في الزمالك اللي كان ماسكه الاستاذ محمد فايق اللي هو دلوقتي رئيس المجلس القومي لحقوق الانسان. واول ما جه زار مصر بعد الافراج عنه قال انا عايز اروح الزمالك واشكر محمد فايق والناس اللي دعموني واللي ساندوني. لم ينسى الدعم المصري. لما يجي حفيده دلوقتي معناها ان انت بدات ترجع للقاره الافريقيه وبدات تفكر بطريقه صح فيما يتعلق بالرسائل الرمزيه، ودي مساله في غايه الاهميه، وده بيتماشى مع الابعاد السبعه للشخصيه المصريه كمحور. نعم، هذا الكتاب طبعا ده كان كتاب هايل جدا كتبه الدكتور ميلاد حنا، واتذكر ان حجمه كان من القطع الصغير، ظني ان هو كان من دار الهلال، وكان يعني ميلاد حنا راجل يعني مش بس استاذ ودكتور خبير اسكاني كبير ومرموق، لا ده كان واحد قدر في الكتاب ده يضع يعني يده بمهارة على مواطن التميز والحضارة المصرية والشخصية المصرية، وإزاي أنت تقدر تعظم من هذه المحاور الرئيسية ومن الأعمدة عشان تقدر ترجع للطبيعة المصرية الأصيلة اللي هي مصر المؤثرة في إقليمها وفي العالم أسرع. تكلمنا من حيث الشكل، ماذا عن المضمون؟ المضمون أنا لفت نظري في الجلسات اللي حضرتها او اللي قريتها كويس، يعني لانه كان في اكتر من جلسه مهمه في نفس التوقيت. يعني اخر جلسه اللي كيف يمكن بناء قاده للمستقبل، ده نقطه في غايه الاهميه، ان انت ازاي جايب نماذج من مختلفه من دول كتيره جدا بيتكلموا على بناء الشخصيه القياديه. ده جزء مهم جدا والنقاشات كانت مهمه. الجلسه اللي كانت الصبح وحضرها السيد الرئيس، طبعا معظم الجلسات حضرها السيد الرئيس، لكن لفت نظري جدا الجلسة اللي هي خاصة بوسائل التواصل الاجتماعي تنقذ أم تستعبد مستخدميها. الكلام اللي قاله الرئيس إن احنا عايزين نعظم من الاستفادة منها، ويبقى في لجنة لدراسة أثر أو تعظيم هذه الوسائل. الكلام المهم اللي قاله العميد خالد عكاشة
عضو المجلس القومي لمكافحة التطرف والإرهاب عن التشخيص لأثر الاستفادة التي حققها الإرهابيون من استخدام السوشيال ميديا. لا أحد بطبيعة الحال يوافق على أن نعطي منصة للإرهابيين، صحيح. لكن علينا أن احنا نميز بس وإحنا بنتكلم عن الموضوع ده بين حرية الرأي في إطار القانون والدستور وبين دعم الإرهاب والإرهابيين. نورتنا أستاذ عماد. شكرا لك. شكرا جزيلا الصحفي الكاتب الصحفي الكبير أستاذ عماد الحسين، رئيس تحرير جريدة شرور نورتنا في الجزائر. شكرا جزيلا. مستمرين معاكم على مدار الايام اللي احنا فيها دي، ايام العمل، ايام دعم السياحه المصريه، رساله خير لكل الناس، رساله سلام موجهه لكل الناس في مصر. منتدى شباب العالم 2018 من قلب مدينه شرم الشيخ، تغطيه مستمره. كان معاكم محمد الرميح، تحياتي.